هذا هو العام التاسع من عمر جمعة الكرامة، فاتحة التضحية العظيمة التي قدمها ولا يزال شباب ثورة فبراير ورجالها ونساؤها من أجل التغيير والكرامة حتى اليوم. 18 من شهر مارس آذار 2011 يوم فارق في التاريخ المعاصر لليمن، ففيه ارتقى عشرات الشهداء وأصيب أضعاف أضعافهم من ثوار فبراير جراء أضخم هجوم مسلح نفذه العشرات من القناصة المحترفين على ساحة التغيير، ممن دفع بهم نظام صالح لإجهاض ثورة فبراير في أكثر أيامها مجداً جمعة الكرامة. العملية اقتضت أن ينفذ القناصة مهمتهم دون أن ترصدهم كاميرات الثوار، فتم إشعال الإطارات ووقود المازوت لإنتاج سحابة كثيفة تتيح للقتلة تنفيذ جريمتهم، لذا كان الصحفيون هم أكثر من استهدفتهم عمليات القنص الدموية هذه. لكن إرادة الثوار كانت أكبر من مكر المنظومة الأمنية السلطوية والمتخادمين معها، والتي كانت تقف خلف القتلة المباشرين من قناصة قوات النخبة الذين استمروا في أداء مهمتهم 5 أعوام أخرى في استهداف الشعب اليمني دون تفريق بين مقاتل ومدني ورجل وامرأة أو طفل. في ذلك اليوم المهيب والدامي سجل ثوار فبراير انتصاراً مثخناً بالدماء، كانوا عزلاً لكن عزيمتهم كانت سلاحهم الأمضى، وهم يرتدون كموج عاصف على أوكار القناصة، مما أفشل المخطط النهائي لعملية القتل المفتوحة هذه التي أذن بها رأس النظام ونفذتها قوات تخضع للأمر المباشر من أنجاله وأقربائه المباشرين. الحصيلة كانت ثقيلة جداً، زادت عن 56 شهيداً ومئات الجرحى في حصيلتها النهائية، كل الضحايا كانوا من طرف واحد هم الثوار، إلى جانب 14 قناصاً أو يزيدون وقعوا في قبضة الثوار. فقد صالح بهذه المغامرة القاتلة فرصته الأخيرة للخروج بكرامة من المأزق الذي وضعته فيه إرادة اليمنيين وثورتهم، بعد حكم دام أكثر من 3 عقود انتهت بالفشل الذريع على كافة المستويات، لكنه لم يتوقف عن القتل. مثلت مجزرة جمعة الكرامة نقطة التقاء مشتركة للمتربصين بثورة فبراير، فبينما كان صالح يحارب الثورة من خارجها، كان الحوثيون يقوضونها من الداخل بكل ما استطاعوا من حيل ومكر، وأخذ استهداف الحوثيين لفبراير يأخذ بعده الميداني عبر التنسيق الصريح للاستحواذ على قوات النخبة التي أسسها صالح والاستهداف المنسق لثورة فبراير. تجلى ذلك التنسيق في أوضح معانيه في الثورة المضادة التي نفذها الحوثيون بدعم من صالح بعد 3 أعوام انقضت على جمعة الكرامة، ليبدأ الحوثيون إثرها حربهم الشاملة التي وقف في الطرف الآخر منها ثوار يقاتلون دفاعاً عن اليمن ووحدته ونظامها الجمهوري، وذلكم هم ثوار فبراير.